أسعد الله أوقاتكم أيها الأصدقاء والصديقات، حلقة جديدة من حلقاتنا على المشاهد. هذه الحلقة أخصصها من طبيعة الحال لاتهام المغرب بالتجسس من طرف اتحاد يعني فوربيدن أو قصص فوربيدن. باش نوضعوا للمشاهد الكريم في السياق العام لهذا الاتهام، يجب أن نذكر عن توتر أولا العلاقات بين المغرب والجزائر في الآونة الأخيرة، خصوصا بعد قضية بن بطوش إبراهيم غالي بإسبانيا، ثم كذلك توتر العلاقات بين المغرب وإسبانيا، ويعني انسحاب واستقالة وزيرة الخارجية الإسبانية، وكذلك على المستوى الاقتصادي أن المغرب يعني حقق انتصارات كبيرة جدا على المستوى الاقتصادي، سواء داخل المغرب بمشاريع عملاقة أو في القارة الإفريقية. وهنايا من كنقولوا القارة الإفريقية، أنه أصبح ينافس القوى الاستعمارية. هذه القوى الاستعمارية بطبيعة الحال كاينين ثلاثة ديال القوى الاستعمارية أو أربع قوى استعمارية، هي فرنسا وإنجلترا ثم إسبانيا وكذلك ألمانيا. من طبيعة الحال كنعرفوا العلاقات المتوترة دائما بين المغرب وإسبانيا، ومؤخرا توتر العلاقات بشكل كبير بين المغرب وألمانيا. السبب دائما يتمظهر أو يتمظهر سياسيا، ولكن الأسباب دياله الحقيقية هي أسباب اقتصادية محضة، بأن المغرب يريد أن يحافظ على السيادة الكاملة للمغرب، وكذلك يريد أن يحافظ على هذه الدولة التي لها تاريخ ولها عمق تاريخي كبير. من طبيعة الحال الجزائر الوالدة سنة 1962، والتي يعني ترتجل داخل يعني الكابرانات يعني أو العسكر أو الجنرالات، تجد نفسها دائما أنها تنقل كل ما ينجز داخل المغرب، بمعنى أن المغرب بالتعبير القديم أنه يسبقها خطوتين، عاد هي كدير الخطوة الموالية. وبالتالي الجزائر تفاجأت مؤخرا أو فاجأها المغرب بتحركات دبلوماسية كبيرة. ابتدأت هذه التحركات أولا بأن المغرب نسج علاقات قوية مع الولايات المتحدة الأمريكية، واعترفت الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء. ومن كنقولوا اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء، أنها وضعت حدا لهذا النزاع المفتعل منذ 50 سنة، والجزائر التي كانت تساهم إلى جانب إفريقيا والموزمبيق والدول المحيطة يعني دول كما نسميها دول الهلال المحيطة بجنوب إفريقيا، وجدت الجزائر نفسها في موقف لا تحسد عليه، وبالتالي اضطرت إلى أن تبحث عن مخرج إعلامي، لأنها دائما يعني هي متخصصة في القنابل الإعلامية والفرقعات الإعلامية الهشة. فوجدت في اتحاد هذه المجموعات ومولت هذه المجموعات، وخصوصا يعني الشكل الكبير أن مدير ديال هذه الحملة هو يعني ينتمي إلى الجزائر، وكثيرا ما حارب المغرب إلى جانب مجموعة من الجرائد ذات التوجه اليساري. بالتالي المغرب يعني وجد نفسه أنه متهم بالتجسس على شخصيات كبيرة. الأسئلة اللي يعني اللي باش نبسطو شوية، هذه الأسئلة اللي مشروعة وسهلة وبسيطة، واش المغرب هو الدولة الوحيدة التي ما عندوش الحق أنه يشري هذا البرنامج المعلوماتي؟ كيف واش هاد الشركة ما غاديش تبيعو للمغرب فقط؟ راه كاين 196 دولة ولا 197 دولة، يعني هاد الشركة فقط تنتظر المغرب لتشتري هذا البرنامج، أم
أن هناك يعني أياد خفية، أن الشركة بنفسها الشركة الإسرائيلية تقول بأنها لم تبع هذا البرنامج للمغرب، والحكومة المغربية ووزارة الخارجية المغربية تقول أنها لم تشتري قط هذا البرنامج. وبالتالي الحكومة المغربية ووزارة الخارجية تنفي نفيا قاطعا أنها لم تشتري هذا البرنامج. السؤال اللي كيتطرح، أشنا هي؟ واش المغرب لا يعي خطورة يعني على المستوى القانوني أو القانون الدولي؟ واش ما كيعرفش بأنه أن هذا الفعل فعل مجرم على المستوى القانون الدولي؟ من طبيعة الحال الكورانات أنهم هناك نوع من الانتشاء أو ذاك النصر الصغير أنه المغرب يعني السمعة ديالتو راه لا، راه الكورانات هما اللي في موضع تساؤل حقيقي إلى جانب إسبانيا والأيادي الخفية التي تحاول أن تشوه من صورة المغرب. علاش؟ لأن الجزائر أذاقت من الكأس الذي تجرعه المغرب لمدة 50 عاما، 50 عام والمغرب صابر على هاد الكبرانات، وهما كيمولوا جبهة البوليزاريو بالسلاح وبالعتاد يعني بأنواع متعددة من الدعم، بما فيها الدعم الإعلامي الذي لا يتوقف في هذه المسارات طيلة هذه المسارات، من خلق المواقع المشبوهة وشراء الدمام وشراء الجرائد، وكذلك يعني واش كاين شي دولة يعني جارة صديقة أنها يعني القنوات ديالها شغلها الشاغل هو المغرب. راه نسبة الفقر في الجزائر يا عباد الله، نسبة الفقر في الجزائر يعني ما كتصورش، وحجم المعاناة ديال المواطن الجزائري ما كتصورش. لذلك يعني أن مجرد أن المغرب لمح إلى دعم منطقة القبائل، هاد الكبرانات هادو تزعزعوا. فما حسبك إذا مول المغرب هذه منطقة القبائل أو قام بما تقوم به الجزائر، أش غادي يوقع؟ راه الجزائر لا قدرة لها على منافسة المغرب، وخصوصا على المستوى الاقتصادي، لأن في المغرب عقول مفكرة، عقول تبدع، عقول شغلها الشاغل أن تبحث يعني سواء على داخل المغرب أو خارج المغرب في الترويج للمغرب كواجهة استثمارية. يكفينا أننا كنقولوا مارويكس ولا نقولوا المغرب ولا نقولوا لو ماروك باش نعرفوا قيمة المغرب وقيمة مراكش التاريخية. والدليل على هذا أن المغرب قبل كورونا أنه حط رقم قياسي على مستوى السياحة، 15 مليون سائح أجنبي، رغم الحصار الذي تفرضه يعني الجزائر على المغرب، وأن الخطة اللي دار المغرب يعني بالميناء ديال طنجة الدولي أو بميناء الناظور اللي غادي يتفتح أو بميناء الداخلة، راه قطب اقتصادي أنه جعل من دولة قوية بحل الصين أنها تفكر 1000 مرة أنها تتعاون مع المغرب في إنتاج لقاح كورونا. هذه الانتصارات واخا كتبان صغيرة ولكنها عميقة، والكبرانات ديال الجزائر يعني يغيظهم ما وصل إليه المغرب يعني بخطى حثيثة، رغم المشاكل اللي عندنا ورغم أنه الظروف ورغم كورونا، فإن المغرب استطاع أن يحقق هذه الإنجازات. على الأقل المغرب غادي العتبة ديال 10 مليون ديال التلقيح، الجزائر أجدرت، الجزائر يعني أجدرت على مستوى التلقيح، أجدرت على المستوى الاقتصادي. يعني هناك منطقة يعني مناطق في الجزائر أسماء ديال المدن فقط لا أقل ولا أكثر، لا تنمية لا شغل، فقط البطالة، و يعني الأمر مزر كيجعل من الجزائر أنها تنظر بعدم الرضا لكل ما يقوم به المغرب. إذا كانت فرنسا دابا أنها تتريت وكتقول بأنها بادية في التحقيق، فإن المغرب غادي يقادم بطبيعة الحال هذه الجرائد التي
تجرأت بدون دليل، ما كاينش دليل مادي. الا بغيتي تتهم شي واحد خصو يكون عندك دليل مادي بالاسماء وبلي كونفرساسيون، كيف ما وقع مع سميتو ديال التجسس اللي نشرت الوثائق ديال ويكيليكس بالاسماء وبكلشي. تماك هذا التسريب كيكون معقلان وكيكون خطير وكيتحملوا الناس المسؤوليه وفيه كلشي، ومع ذلك ان هناك من فاه هذاك الشيء اللي تصرف ويكيليكس. هنايا واش كاينين محادثات؟ واش كاين شي حاجه سربها المغرب ولا تسربت من خارج المغرب باش يتهم المغرب بهذه الدرجه؟ اذا الامر لا يعدو ان يكون فرقاعات اعلاميه تسعى الجزائر، تسعى الجزائر واسبانيا اليد الخفيه من طبيعه الحال، وكل من يتضرر من المغرب الاقتصادي. انا اركز في هذه المداخله على ان المتضرر الاقتصادي من المغرب خصوصا اسبانيا، بان المغرب حول منطقة الشمال الى يعني نقاها مما يسمى بالكونترباند وبالتهريب، وبالتالي انه نزع ديك الفقاعة اللي كانت في الشمال ان السلعة راه كاينة رخيصة ولا هذا. المغرب حارب هذه الظاهرة ويعني حيدها من 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 جذر، وبالتالي ان اسبانيا يعني يغيدها ان المغرب يتوفر على هذه الترسانة الاقتصادية وهذا البناء الاقتصادي. وكذلك راه فرنسا راه واخا هي شريك استراتيجي وسياسي ودبلوماسي و ولكنها ما كيعجبهاش ان المغرب يمتلك السيادة الكاملة على اراضيه، ويمتلك كذلك ان يصبح قوة اقتصادية في القارة الإفريقية. والدليل على هذا أن هناك مجموعة من المشاريع الكبيرة داخل إفريقيا، ويعني وهذا الحصار الاقتصادي الذي تشعر به كل من الثلاثي فرنسا إسبانيا الجزائر تشعر بأن المغرب يضايقها بشكل كبير داخل إفريقيا، وأن هذا النزاع يعني تحول من نزاع سياسي إلى نزاع اقتصادي. شكون اللي غادي يقول الكعكة ديال إفريقيا بطبيعة الحال؟ وبالتالي يجب التشويش على هذا الخصم القوي اللي هو المغرب، والتشويش على هذا الخصم القوي لا يأتي إلا أن نطلق الكذبة، واحد الكذبة ونصدقها ونروج لها بشكل كبير جدا. وبالتالي الجزائر وإسبانيا كأياد خفية تمول هذه الحملات، يعني وكنشوفوا المواقع يعني سواء داخل اسبانيا او الجزائر، والحجم ديال الحقد الكبير الذي اللي كتمارسو هاتين الدولتين يعني بدون استحياء، بدون استحياء، رغم ان اسبانيا الاعلام الاسباني يجمل هذه يعني هاد يجمل كيفاش غادي نوصفها لك، يجمل هذه المقالات تحت غطاءات اجتماعية وحقوقية. من طبيعة الحال إذا كان شي مضرر متضرر وأنه خرج سميتو أنه يلتجئ إلى القانون، وإلا عنده شي دليل صحيح راه كاينين المحاكم في البلاد، وكاينين المحاكم في جنيف، وكاينين المحاكم على المستوى الدولي، ولكن باش تطلق يعني هذه الاتهامات هكذا بدون استحياء وبدون حياء، وانها يعني ان الجزائر وهاد الكبرانات هادو انهم باقين ما عارفينش الدور اللي كيلعبوا، انهم فقط ارانب في الصراع، ان المغرب قوى منهم اقتصاديا، وانه على الاقل فاتهم بواحد 25 ولا 30 سنه على المستوى الاقتصادي، وانه رغم كورونا ورغم هذه المشاكل خلال هاتين السنتين، فإن المغرب على الأقل، أنا كنقول على الأقل بما له من إمكانيات سواء طبيعية أو بشرية، أنه تجاوز الكثير من المشاكل الاجتماعية، وكيف ما شفتوا يعني أنه تجاوز هذه الجائحة على الأقل بأقل من الأضرار ومن الخسارات، وبأن ورطة الجزائر أنها ترسم الحدود مع البوليزاريو فإنها تخلق مشكلا آخر
على المستوى الأراضي ديالها، وكذلك أن المشكل ديال منطقة القبائل والدعم ديال الحكم الذاتي سيكون يعني من دابا واحد 10 سنوات أو 20 سنة سيكون هو الشوكة في خاصرة الجزائر، وستذوق من منطقة الشرق الويلات، رغم أن يعني هذا الجزائر يعني ما عندهاش تاريخ اللي تبني عليه بحال المغرب في مواجهة الأزمات. المغرب راه تاريخ طويل ضد الاستعمار، سواء التركي سواء الفرنسي سواء الإنجليزي أو الإسباني أو الألماني، وكنشوفوا التحالفات ديال 1902 و1904 واتفاقية الجزيرة الخضراء ومجموعة من الاتفاقيات التي أرادت أن تجزئ المغرب. راه الابن الشرعي لفرنسا هو الجزائر، وأن الجزائر حينما دخلت يعني عبر دخلت إلى المغرب عبر بوابة الجزائر، كان همها أن تقزم المغرب إلى يعني من تلك الإمبراطورية الشريفة الممتدة إلى هذه الحدود التي نعيش عليها الآن، الحدود يعني الصحراء الشرقية التي يعني تم الاستحواذ عليها. راه مشكل أن المغرب يجب أن ينظر إليه ليس فقط على أنه منطقة حدودية، ولكن ينظر إليه على أنه تاريخ من المعارك وتاريخ من الإصرار وتاريخ كذلك من المقاومة في وجه المحتل، سواء كان تركيا أو فرنسيا أو من طرف الكبرنات الجدد الذين لا يفقهون أي شيء في العلاقات الدولية، وأنهم يقودون الجزائر إلى خسارات وانتكاسات، وكذلك يضعونها موضع تساؤل وموضع اتهام على أنها تريد فقط الشر للمغرب، وتريد كذلك يعني المصائب كما كنقولوا المصائب الكحلة للمغرب. ولكن يعني الشعب المغربي والإرادة السياسية للملك وكذلك للحكومة أنها تعي الدور الخطير الذي يحاك في الظلام. هذه الاتهامات للمغرب اتهامات مجانية، وكثيرا ما روجت لها مجموعة من الجرائد مع البايس البريوديكو لو بوان الفيغارو، بزاف ديال الجرائد، ولكنها لن تنال أي شيء، فقط أنها تمنح المغرب يعني بعدا إشهاريا، وأن الحقائق ستظهر وأن لهم بالكيد وبالمرصاد. إلى لقاءات متجددة بحول الله، أتمنى أن تشاطرون بآرائكم وبتعليقاتكم، وكذلك يعني بالكثير من الدعم لهذا القناة وهذا المحتوى. كان معكم عبد الله، وإلى لقاءات متجددة بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.